الله وبركاته. ورجعنا لكم فيديو جديد في قناة يوميات يا رمان. اليوم الفيديو هيكون عن طحة البيتزا. ونبلش، لا تنسوا لايك سبسكرايب اند شير شارات كومنت كومنت يلا. وهو التحدي عبارة عن انه هيكون احنا فريقين، انا ومهند الفلسطينيين وفادي واحمد ده معانا الجزائر. الجزائر خلينا نبدا مع الفيديو، ليتس جو. فاحنا هنحط 15 دقيقة بنتا على ترسيم بيت. اوكي، وهو هيكون 15 دقيقة ان تو تري. Oh my god. يلا مين يفوز، فلسطين ولا الجزائر؟ Mm-hmm.
Oh.
انا مش دلوقتي اكتر بس بعرف يا ده ف خلص الوقت 15 دقيقة يا مهند وأحمد وفادي، مين الغالب؟ الغالب مهند وكيارا. وزي ما شايفين أنا فريق الفلسطيني فادي فريق ال الجزائر خسر. طبعا احنا فزنا بالتحدي وهنكمل الفيديو اليوم. لا تنسوا تعملوا لايك كبير لهذا الفيديو، سبسكرايب، كومنت، شير، اشاره، ولا تنسوا تتفرجوا على الفيديو ال 20 اب لايك. وباي. السلام عليكم.